كلمة لنائب رئيس وزراء فلسطين. شكرا. أود أولا أن أشكر رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية ووزير الخارجية مصر على هذا الدعم الكبير الذي قدموه لشعبنا الفلسطيني في هذا الوضع الصعب وهذه المرحلة الحساسة. كما أود أيضا أن أشكر صديقي وزير خارجية النرويج على عمله المستمر والدؤوب من أجل إنجاح هذا المؤتمر وبالتعاون مع وزير خارجية مصر، فلهم الشكر والتقدير بالنيابة عن الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وخاصة أهلنا في قطاع غزة. نقول شكرا لهم على هذا المجهود العظيم. كما نقول شكرا أيضا لكل الأطراف التي قدمت خصيصا إلى القاهرة لتقدم دعمها للشعب الفلسطيني بالرغم من مشاغلها الكثيرة في قضايا متعددة تمر فيها العالم والمنطقة بشكل خاص، ومع ذلك فإن الحضور اللي شفناه اليوم يدل وبشكل واضح بأن الشعب الفلسطيني لا يزال على رأس قائمة أولويات العالم، ليس فقط من أجل دعم إعادة الإعمار وإنما أيضا من أجل إحقاق الحق والعدل في قيام دولة فلسطينية مستقلة وبأسرع وقت ممكن وبدون تأخير. هكذا نفهم هذا الدعم المالي، وهكذا نفهم هذا الوجود الكبير الذي سعدنا بوجوده معنا في هذا اليوم. نستطيع القول بأن ورشة العمل في قطاع غزة ستبدأ الآن. لدينا كثيرا من المهمات، أولها العمل على إيصال المبالغ التي تم الالتزام بها اليوم إلى المكان المناسب بحيث أن نستطيع أن نحولها وبشكل سريع إلى إنجاز فعلي على الأرض حتى يخفف معاناة أهلنا في القطاع وحتى يسهل عملية انتقالنا من مرحلة العنف والصراع إلى مرحلة السلام والاستقلال. نستطيع أيضا أن نقول بأن جهود إعادة الإعمار هي جزء أولي من عملية تجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة على الأرض. سيستمر برنامج العمل الذي قاده ويقوده السيد الرئيس محمود عباس في التوجه إلى الأمم المتحدة من أجل وضع جدول زمني والاتفاق على سقف من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. سيستمر إن شاء الله هذا الجهد حتى يعطينا الحاضنة لإعادة الإعمار والنمو الاقتصادي وحتى نضمن بأن لا يكون هناك حرب أخرى في القطاع أو في غير القطاع. شكرا مرة أخرى للإخوة في مصر وفي أصدقاء في النرويج ولكل الداعمين، والسلام عليكم. شكرا جزيلا. شكرا سيادة الوزير. سؤالي مشترك ما بين حضرتك سيادة الوزير سامح شكري ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني السيد الوزير محمد مصطفى. حضرتك، الدول تعهدت بدفع مبلغ كبير جدا، وسبق وأن كان هناك مؤتمر لإعادة أعمار غزة عقد في مدينة شرم الشيخ في 2009 ومصر برضو احتضنته. يعني عايز أنقل لحضرتك أنه في تخوف من عدم ضمان بعض الدول بالالتزام بتعهداتها وآلية التنسيق، وهل هتكون هي أموال سائلة ولا هيكون في شكل مشاريع. حضرتك أيضا تحدثت على فكرة فتح المعابر وضمان دخول المساعدات للبنية التحتية في ظل أن الجانب الإسرائيلي يغلق المعابر وبعض الشيء يتعند في وصول مواد زي مواد الأسمنت ويتحدث على أنها يعني فيها مشكلة أمنية، فهل هناك ضمانة أيضا يعني هل تحدثتم على أنواع المواد البناء التي ستدخل إلى قطاع غزة ولا لا؟ شكرا. شكرا جزيلا. طبعا بدون شك أنه كان هناك تخوف وتحفظ من أن تؤدي التكرار العمليات العسكرية في غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من تدمير وأثار بالغة على أرواح وممتلكات الشعب الفلسطيني تجعل
من الصعوبة أن يتم حشد مثل هذا الحشد الرفيع المستوى للمساهمة وتكرار المساهمة، ولكن أتصور أنه قدر حجم التدمير الذي لحق من جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة حرك المجتمع الدولي، الرأي العام العالمي، الرأي العام لدى الدول المانحة بشكل أدى إلى هذه المشاركة الكثيفة. وهناك إحساس من خلال اتصالاتنا المباشرة مع كثير من الأطراف بنية صادقة وأكيدة في أن يتم الوفاء بالالتزامات لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة، وهذا هو ما نلمسه ونثق في أنه سوف يتحقق. فيما يتعلق بالآليات الخاصة بإدخال مواد إعادة الإعمار، فالأمم المتحدة نجحت في بلورة آلية لتحقيق هذا الغرض، ونسير في جهودنا من خلال المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها مصر بين السلطة الفلسطينية والوفد الفلسطيني والجانب الإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار نهائي، وأيضا تناول القضايا المرتبطة بفتح المعابر وغيرها من المشاغل التي تهم الجانب الفلسطيني. فنأمل أن تكون هذه المفاوضات تؤدي إلى النتيجة المرجوة منها حتى يتم إقرار آليات أكثر ثباتا ومراعاة للاحتياج الضخم لإعادة الإعمار وإدخال هذه المواد، ويكون يوفر هذه الجهود بشكل يؤدي إلى تحقيق الهدف منه. أنا فقط أود أن أضيف بأنه بالفعل هناك مجموعة من التحديات ستواجه عملية وصول الأموال ثم أيضا استغلالها بشكل أفضل للبدء في إعادة الأعمار، لأنه في بلا شك في معوقات إسرائيلية، وتجربتنا مش دائما جيدة مع إسرائيل، لكن إحنا مصممين وبدعم من الأطراف الصديقة وعلى رأسها مصر من أجل ضمان نجاح هذه المهمة، وبالتالي علينا مسؤولية أن نعمل وبجد وبجدية وباستمرار من أجل أن تخطي هذه الصعوبات وحل هذه المشاكل. وبالتالي بالرغم من أنه تخوفاتك مشروعة، لكن احنا مصممين أن نفعل كل ما نستطيع حتى ننجح برنامج إعادة الأعمار. السيد سوغات من تلفزيون النرويج. Yes, the question goes to all of you. Sorry, I'll try again. The question goes to all of you. There's been a lot of pledges, a lot of money being promised today. But how soon do you think this can reach Gaza? What is the time frame here so that the suffering people of Gaza can actually see some improvement in their lives? نقول متى ستصل هذه المبالغ، لأنه الأطراف التي التزمت بها لم تحدد موعدا للصرف، لكننا سنقوم خلال الفترة القادمة بمتابعة هذه الأطراف من أجل الاستعجال في عمليات الصرف. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، احنا نعي بأنه في العادة موضوع الأموال يأخذ وقت إلى حد ما، وبالتالي سنعمل على الأقل بلورة برنامج أولي نبدأ به بشكل سريع خلال الأشهر القليلة القادمة في انتظار المبالغ الكبيرة. وبالتالي نريد أن نركز في البداية على مجموعة من التدخلات التي تساعد على حل المشاكل الآنية لأهلنا في القطاع، ثم ننتقل إلى القضايا الأكبر عندما تصل بقية الأموال. من جانبنا فنحن نشجع الدول المانحة على الموفاة في أقرب فرصة، لأن هناك احتياج حقيقي وهناك شتاء يدخل على الشعب الفلسطيني، وقدر المتأثرين بالتدمير فوق 400,000 مواطن فلسطيني لابد أن يتم مراعاة احتياجاتهم بشكل فوري. ومن هنا فالالتزام والشعور بالمسؤولية التي أظهرتها الكثير من الوفود اليوم تجعلنا نثق بأنها سوف تقوم بالوفاء بهذا الالتزام في أقرب وقت. والسلطة الفلسطينية لديها الآليات لتلقي هذه الأموال، هي آليات قائمة، آليات تخضع لمراقبة وإشراف دقيق، ومن ثم نأمل أن تكون هذه الأموال متاحة بالشكل الذي يوفي بالاحتياجات الفلسطينية.
Yeah, and I just second what Minister Shukri now strongly underlined, and in the assessment that is the needs assessment that was presented, there were three categories. One category is immediate humanitarian assistance, $400 million. Then it's early recovery, and then there is reconstruction. And we will make sure, I think also in collaboration with Minister Shukri and also Norway as the head of the donor committee for Palestine, we will know, follow up the pledges so they are honored. We need to make sure that what is needed in the immediate humanitarian effort, there are 80,000 houses that are destroyed, children living on the streets. This needs to have immediate attention, health issues, education, water, sanitation issues, electricity. Then we will follow up on the pledges, and we will in the spring have a meeting where the EU is the host after 6 months to assess that the donors have walked the talk. سيد بروندي، ذكرت في بداية كلامك إنه الأمن والرفاه يجب أن يكون للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، والشعب الفلسطيني كاملا في فلسطين لا يحظى بهذا الأمن. ما هو الضمانة التي من الممكن أن تنطلق في إطار مؤتمر إعمار غزة لأن يكون هناك أمن للشعب الفلسطيني بشكل كامل وتحديدا في غزة، إلى جانب الضمانة الحقيقية لأن يكون هناك تنفيذ وأن لا نقع في مطب شرم الشيخ 2009؟ This is a very good and relevant question. I think no one here can give any kind of guarantees. I think what we saw in 2009, what we saw in 2012 is proof of that. But for us, there are different principles that are important. The first is the humanitarian principle. When 80,000 houses are destroyed, children are lacking very basic needs. I was in Gaza myself 4 weeks ago to prepare for this conference. Of course, we need to support the children and the youth of Gaza. 70% of the young people are without jobs. This we need to do, and I think the countries also showed their commitment. But in addition, of course, as strongly underlined by my two colleagues here too, we need a political process that is different from 2009 and 2012. We need a lifting of the blockade. This has to happen soon. And it's not only what you get into Gaza in a speedy way, a non-bureaucratic way, but of course making sure that it goes to the civilians. This is also what you can produce in Gaza and export. How can Gaza and the livelihood of Gaza be secured without any kind of export possibilities? Then you will end up also in poverty. So this is important. Then I think what was strong signals at this conference today with almost 30 foreign ministers, the UN Secretary General, we have also said to the Palestinian people, we have not forgotten what happened in Gaza. We have not forgotten the issue of a two-state solution. It is back on the international agenda, and there is now a political momentum built up to pressure the parties to get back to the negotiating table. I think it's also a strong message to the Israeli leadership here today that they need to know, be willing to go back, start the negotiations, no new settlements, negotiations based on 67 borders with the possibility of a land swap. Question for Minister Shukri. Given that President Sisi and President Abbas spoke about renewing, and many of the delegates here today spoke about restarting the political process and that being key to the success of the reconstruction, has there been any indication from Israel about a willingness to discuss some of these issues, lifting the blockade, opening the borders? President Sisi mentioned the Arab Initiative of 2012.
which was rejected by Israel. Is there any indication from Israel that might actually be a real solution going forward in the next few months? شكرا على السؤال. بالتأكيد كثير من الوفود اليوم بما فيها وفود ترعى بشكل مباشر العملية التفاوضية الولايات المتحدة الأمريكية أكدت على الأهمية أن نأخذ من أحداث غزة نقطة انطلاق ومن هذا المؤتمر نقطة انطلاق لاستئناف عملية السلام لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بهدف التوصل إلى حل الدولتين يعيشون في سلام جنبا إلى جنب. ولكن هذا يعني ضرورة التزام الطرفين بالمفاوضات الإقدام على اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الصراع ولدينا اتصالات مع كافة الأطراف بهدف حثها على هذا التوجه والقيادة الفلسطينية عازمة ودائما تعمل بإيجابية لتحقيق طموحات المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الصراع ونبذل كل جهد في من خلال اتصالاتنا مع إسرائيل بأن تقدم على الخطوات الشجاعة التي تؤدي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. من جانب آخر فنواصل جهودنا للتوصل إلى اتفاق اتصالا بالمفاوضات غير المباشرة التي تجرى برعاية القاهرة فيما يتعلق بفتح المعابر، فتح الدائم للمعابر الإسرائيلية، وجود الآليات المناسبة لهذا الإجراء، ونأمل أن تؤدي عندما تستأنف في نهاية شهر أكتوبر إلى تحقيق اتفاق خانة بالإمكانية تحقيقه في شهر أغسطس لولا التعقيدات المرتبطة بالعمليات العسكرية وخرق الهدنة. ولكن نأمل أن يكون هناك حسن نية تؤدي إلى هذا الغرض لأنه ضروري إذا كنا صادقين في جهود المجتمع الدولي لتوفير الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني. هذه النقطة والاتفاق والتوافق الدولي فيما يتعلق بأهمية الحل وأن تكون هذه العناصر واضحة للجميع بإقامة الدولتين والتأكيد من خلال هذه المؤتمر تقريبا في كل البيانات بأن هذا هو التصور الدولي لإنهاء هذا الصراع. تصور أن كل ذلك لابد أن يكون حافز لتحقيق هذا الهدف. أستاذ أميرة حنانية، تلفزيون عودة فلسطين.